أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام تحت عنوان ثمرة ذكر الموت. إخواني الأعزاء، قبل بيان هذه الثمرات أحاول أن أقدم مقدمة. الإكثار من ذكر الموت يعتبر منهجا من مناهج الوصول إلى مرتبة أهل الآخرة. وأيضا في هذه الحلقة أريد أن أبين إخواني الأعزاء ثمرات ذكر الموت. أول ثمرة من هذه الثمرات المحبة الإلهية. روي عن الإمام الصادق عليه السلام: من أكثر ذكر الموت أحبه الله. أي من موجبات المحبة الإلهية الإكثار من ذكر الموت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أظله الله في جنته. روي عن الإمام الصادق عليه السلام: من أكثر ذكر الموت أظله الله في جنته. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: رضي من الدنيا باليسير. روي عن الإمام الصادق عليه السلام: من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. هذه إخواني الأعزاء ثمرة عظيمة. الأمر الرابع: الزهد في الدنيا. أحد الأشخاص يسأل الإمام الباقر ويطلب من الإمام الباقر عليه السلام نصيحة. اسمع معي هذه النصيحة. هذا الشخص يقول: جعلت فداك، حدثني بما أنتفع به. فقال الإمام الباقر فقال عليه السلام: يا أبا عبيدة، أكثر ذكر الموت، فما أكثر ذكر الموت إنسان إلا زهد في الدنيا. الإمام الباقر يوصي هذا الشخص بالإكثار من ذكر الموت، ثمرات عظيمة. الأمر الخامس: هدم اللذات. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يوصي، اسمع، كثيرا ما يوصي أصحابه بذكر الموت، فيقول، من يقول؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر الموت فإنه هادم اللذات، حائل بينكم وبين الشهوات. من ثمار ذكر الموت هادم اللذات. الثمرة الأخيرة: جلاء للقلب، أي تنظيف لهذا القلب بعد تراكم الذنوب. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ شلون ننظف قلوبنا يا رسول الله؟ قال: قراءة القرآن وذكر الموت. إخواني، لذكر الموت ثمرات عديدة، أنا فقط ذكرت 6 ثمرات. أسأل الله تعالى إخواني الأعزاء أن نكون من أهل الآخرة، والحمد لله رب العالمين.